نطلب السداد والتوفيق والعون والنجاح يا رب العالمين. هنا تتواصل الشعارات وتتواصل الأسماء في هذه المسيرة الكبيرة والفاخرة، في هذه المسيرة العالمية في صباح هذا اليوم، ومع هذه التحديات، مع هذا السن، سن الكبار، سن الحيل والزمول. شاهدنا وإياكم الأشواط الماضية، وها هو الشوط السادس للزمول، والمسافة هي 7 كيلومترات. نسير وإياكم هنا في هذا الصباح، ومع هذا الشوط، مع هذه الأسماء الكبيرة، منها وفيها الخليج والحزم، طارش ومفرق، عنيد والإسناس، ميسور والواصل، دابان المتحد العابر، مثير وشاهين، صغان وملفت، شالي والجذاب، جبار وسراب، هداد والذيب. هاي الشعارات، وها هي الأسماء المميزة والكبيرة والعملاقة. نسير وإياكم بحثا عن البداية وعن المركز الأول، لكي أرى في مقدمة الانطلاق. هنا سراب وسالم بن سعيد بن سالم، بوم ذارع المري، على البداية وعلى الانطلاق الأول، النقلة والانتقال إلى ثانية التحديات. لكي أرى في هذه اللحظات، هنا ملفت وناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي على ثانية المراكز، بينما ثالث المراكز فار التقدم والوصول من قبل هذا الشعار القادم في هذه اللحظات. هنا الوصول والتقدم من قبل الذيب، ولكن فايز بن عيد بن سليمان الجهني من يغير بدوره بهذا الشعار ويقدم لنا شاهين على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز وصل ميسور ورياض بن ثامر بن سليمان السعدون يتقدم في هذه اللحظات هنا على هذا المستوى المميز. ولكن من القادم، من الواصل؟ وصل مثير، عبد الله بن بندر بن وجب المغير العتيبي من يتقدم على رابع المراكز، بينما خامس المراكز وصل دابان وحاسم بن سعد بن حسن القرشي. هاي النتيجة، وها هي الشعارات، وها هي الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، الباحثة عن النماس الكبير والغالي على قلوبنا وعلى قلوب الجميع. نعم، إنه في مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأطال الله في عمره. هنا اجتمع الإبداع وبدأ الصراع في مظلة هذا الميدان وفي هذه المدينة، هنا في هذا المهرجان الكبير والغالي. إذا مشاهدين الأعزاء، ها هو شعار بن ذارع، من ينطلق ومن يقدم لنا سراب وسالم بن سعيد بن سالم بن ذارع المرية. هنا في هذا الشوط ينطلق بمذارع على البداية وعلى الانطلاق الأول، سراب، سراب على البداية على الانطلاق الأول، هنا ينطلق هنا بهذا الشعار المميز. ولكن النقلة والانتقال إلى ثانية التحديات، لكي أرى شعار ملفت وناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات وتقدم شعار عبد الله بن بندر بن وجب المغير العتيبي، من يقدم لنا في هذه اللحظات مثير على ثالث المراكز، رابع المراكز وصل في هذه اللحظات، وصل شعار كي الجني، من يقدم لنا هذا الاسم؟ فايز بن عيد بن سليمان
المرواني اللي كان مع شاهين على رابع المراكز، نقلتنا الى خامس المراكز. فلكي ارى في هذه اللحظات هذا الشعار القادم، وصل الحزم وعبد العزيز بن عبد الله بن هاشم من يقدم الحزم. ها هي النتيجة، ولكن ارى الشعارات، ارى الاسماء الكبيرة، ارى الاسماء العملاقة هنا تنطلق في هذا الشوط لكي يبدأ الابداع هنا في هذا الشوط. ومع هذه الشعارات من القادم من الواصل؟ وصل شعار محمد بن مانع بن محمد بودواس آل عامر، من يقدم لنا صغان في هذه اللحظات، يتدخل في هذه المعركة الحاسمة. ولكن العودة إلى البداية، العودة إلى الانطلاق الأول، نعود والعودة أحمد إلى بداية الانطلاق إلى الصدارة لكي يرى في هذه اللحظات شعار سالم بن سعيد بن سالم بمزارع المري من يقدم لنا سراب منذ أن انطلق الشوط، وهو على عرش البداية متحكما بهذا الشوط، متحكما بهذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. يا أهل الزمول، روحت مسافة كبيرة وما تبقى إلا مسافة قليلة، فها هو الآن يعبر منها، يعبر منها شعارك يا أبو مذارع مع سراب. ولكن من القادم من الواصل؟ وصل في هذه اللحظات ملفت وناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي على ثاني المراكز، ثالث المراكز. وصل في هذه اللحظات شاهين وفايز بن عيد بن سليمان المرواني الجاني على ثالث المراكز بينما رابع المراكز. وصل شعار بودواس من يقدم لنا صغان محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر، يتقدم في هذه اللحظات هنا على هذا المستوى. ولكن من القادم من الواصل؟ وصل شعارك يا المغيري، وبصل شعار عزام بن ناصر بن رضا الجيد الشريف مع العابر العابر. ولكن الله الله يا هذه الشعارات الباحثة عن النماس، الباحثة عن الإبداع، الباحثة عن الانتصارات هنا في هذا المهرجان وفي هذا الشوط. ومع هذا الإبداع العودة مجددا لكي يرى سراب، سراب مذارع سراب على البداية وعلى الانطلاق الأول. ركز يا أبو مذارع ركز، نلت على ها هي إلا الشعارات، وهي الأسماء الكبيرة قادمة من الخلف، قادمة من الخلف بكل قوة، والقدوم من قبل شعار بن مانع من يقدم لنا محمد بن مانع بن محمد بن دواس العامر من يقدم لنا صغان. وصل صغان وتقدم من الجانب الأيمن شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع مشهور. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات القادمة من الخلف، وصل الجذاب ونايف بن شحام بالخلف أشلاق الشمري، وصل شعار الحزم وعبد العزيز بن عبد الله بن هاشم العبد اللي قادم في هذه اللحظات. وارى التقدم من قبل الذيب فهد بن نايف بن مشخص القرشية، إنها أسماء كبيرة، إنها أسماء علاقة. الله الله، طرب الزمون يبدأ من هذه اللحظات، ولكن بقيادة من؟ بقيادة فودواز على الانطلاق الأول، على البداية وعلى الصدارة، على هذا الأداء الكبير محمد بن مانع فودواز العامر مع صغان. ركز يا فودواز، وصل في هذه اللحظات وتقدم شعار عزام بن ناصر بن رضا
آل زيد الشريف ووصل هنا دافان وصل في هذه اللحظات الذيب وتقدم السعدون وصل طارش وشعار فواز بن سعدان بن فواز العتيبي يتقدم في هذه اللحظات ووصل نايف بن شحان بن خلف بن خلف بدا صراع وبدا النزاع ولكن العودة مع صغان العودة مع الإبداع العودة مع التحدي وصلت الشعارات تواصلت للبحث عن الأمجاد تواصلت لمسيرتها الكبيرة والعملاقة الشعارات بدأت بالمنافسة الشعارات بدأت هنا بالتحدي المثير والكبير بين الأسماء توجد أسماء في هذا الشوط توجد أسماء في هذا الشوط كبيرة بإنجازاتها كبيرة بعملة هنا بتحدياتها ولكن العودة إلى البداية العودة إلى الصدارة الله الذيب الذيب وشعارك يا ابن مشخص ومن لا يعرف الذيب انه راعي العوايد انه راعي الانجازات انه راعي البطولات حرك روح مع الابداع بسم الله ما شاء الله السلام يذهب هنا من هذا الميدان ويعود له مرة أخرى سلام يا الطائف سلام على هذا الأداء الكبير على هذا الأداء المميز تانين والنماس ها هي لحظة وصول البطل والعملاق إلى خط النهاية معلن للأداء الكبير بينما ثاني المراكز وصل شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون بينما ثالث المراكز شعار حسام بن ناصر بن رضا آجد الشريف بينما رابع المراكز شعار في هذه اللحظات فواز بن سعدان بن فواز العتيبي بينما خامس المراكز وصل في هذه اللحظات شعار محمد بن مانع بن محمد بو جواز العامر من قدم لنا في هذه اللحظات صوغان في هذا الشوط اذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الافاضل ها هو الذيب غادر بالابداع وغادر بالتحدي بشعارك يا بن مشخص القرشي هنا شعار فهد بن نايف بن مشخص القرشي سلام يا ابو نايف سلام واسعد الله صباحك بكل ابداع التوقيت الزمني ولحظه وصوله الى خط النهايه عشر دقيقة 33 ثانية 19 جزء من الثانية بينما ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون 11 دقيقة 38 ثانية 7 أجزاء من الثانية هكذا كان لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن النماس بينما ثالث المراكز وصل شعار عزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف وصل وقدم لنا شعاره بتوقيت زمني وقدر 11 دقيقة